مشيت اليوم تشامبيونز ليغ الاولمبيك في ليبيا. بطبيعة الحال تظاهرات مختلفة، تشامبيونز ليغ عنده يعني واحد الثقل كبير من ناحية الضغط النفسي، من ناحية المسؤولية على اللاعبين، على الجهاز الفني والمسؤولين، حتى على الجمهور كنظن. وكنظن على أننا في مباراة أولمبيك خريبكا اللي بقات لها واحد اليومين، إن شاء الله يوم غد سيكون يوم ديال ديكراساج، ومن بعد غادي ننجازوا مباراة خريبكا. وكنظن عندنا المجموعة ديالنا قادرة على أن تجيب ثلاثة النقاط من وسط خريبكا إن شاء الله. خويا اش غادي نقول لك، اولا هذا المستوى الباهت يعني شويه قاصحه في حق لاعبي الوداد وفي حق فريق الوداد، ما كانش هذا المستوى اللي شتي انا ما شتوش، لانه ما تنساش يمكن نهضروا على المستوى، كنهضروا على الفريق الخصم، الفريق الخصم من العيار الثقيل اللي هو فريق صن داونز، ودائما سواء في المغرب او لا في جنوب افريقيا طابع واحد كيفرض نفسه في هذه المباراه بين صن داونز وداد، اللي هو التعادل، اللي هو النديه، اللي هو كيوقف على بعض الجزئيات دقيقه ودقيقه جدا. فكنظن التعادل فهو منصف للفريقين، والوداد بما انه تعادل هنا فمباراه الاياب يمكن يربح في مباراه الاياب. وكنظن على صن داونز ملعبه اسهل من خارج الملعب. لا انا كنظن على انه خلال السؤال اللي تطرح بخصوص اللاعب حداد اسماعيل، فالمدرب الاجابه ديالو كانت واضحه ربما فهمتيها بطريقه اخرى. المدرب قال انه لاعب حداد ماشي جاهز 100%، ولكن باقا قدامي 24 ساعه وغادي نفكر واش غادي نلعب من الاول او نخلي كورقه رابحه، وغادي نخدر قرار انه يلعب في الاول كمساله قرار. هذا السؤال كنت تضعه على المدرب ماشي عليا انا مدرب حراس.